الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا الله انصر مجاهدين يا الله يا رب، يا الله انصر مجاهدين يا الله. الله أكبر الله أكبر. قرابة 12 ساعة استمرت المواجهات التي وصفت بالأعنف بين عناصر جبهة النصرة المهاجمة لبلدتي نبل والزهراء واللجان الشعبية على الجبهة الجنوبية الشرقية في جمعية الجود السكنية المشرفة على قريتي بيانون وماير. الهجوم الذي تمكنت اللجان الشعبية من التصدي له بدأ بقصف عنيف بالصواريخ ومدافع جهنم على بلدة الزهراء، أتبعته النصرة بمحاولة تفجير عربة نقل للجنود محملة بأكثر من 10 أطنان من المتفجرات. حاولت التسلل إلى داخل الجمعية قبل أن تفجرها اللجان الشعبية قبل وصولها إلى جمعية الجود. الأمر الذي خلف دمارا ضخما في الأبنية الأمامية للجمعية. والحمد لله تم بعون الله وبشبابنا وشبابنا وجميع المقاومين والمجاهدين للتصدي لهم ودحرهم وقتل العشرات منهم. قام شبابنا الشجعان بالتصدي لهم ودحرهم ونحن الآن ثابتين. ألحق تفجير العربة بقصف على بلدة الزهراء أدى لسقوط شهداء من المدنيين في البلدة التي تعاني نقصا حادا في الأدوية والتخصصات الطبية القادرة على إسعاف المصابين والجرحى. صور خاصة للميادين أظهرت مقتل العشرات من عناصر جبهة النصرة المهاجمة للجمعية، وأكدت مصادر محلية مقتل الأمير في جبهة النصرة عدنان الزمر ومصرع ضابط تركي كان يدير عمليات الهجوم بحسب ما قالت اللجان الشعبية في نبولة والزهراء.